اول انا يوم ازرع مثلا اقول اعطوني عود مثلا من الشجره اللي في بيتكم، اعطوني عود، يقولوا لي زرع العود، بتقوم الزراعه ازرع ماشي فايده، العود يتيبس مكانه لان التربه اللي عندي مو اوكي كانت. المهم كان كل عود ازرعه يموت، الى ان خلاص عرفت كيف الطريقه. مثلا اليوم يارتي تقول لي ان عندي عود وكذي، ونفس الشيء نفس حالتي اللي قبل، يعني انه ما تقوم عندها الزراعه بهالطريقه. طريقه العود، شوفوا مثلا هذا عود، هذا العود انا وابا ازرعه، كيف الطريقه الصحيحه لزراعه هذا العود؟ ايبه العود، اسوي مو بقوه، ما اضغط بقوه، دائره مثل ما انتم شايفين واضحه الدائره، ومن بعده اسوي شخط بالطول عليه، صبروا علي، شخط بالطول، شوفوا اول شيء دائره بحيث انه ما ينكسر العود، بعدين الشخط وايلس اقشر، هذا كله عشان اقشر العود بهذه الطريقه، شوفوا اقشر العود. شفنا احط دائره خفيفه اول شيء على الخفيف عشان بنخوز بس هذا اللي فوق، واسوي شخط بالطول واخوز اللي فوق. طريقه الزرع، انا عندي هرمون، بعضهم يستخدموا هرمون يحطوا له هرمون وعاد يحط في التربه، التربه ما تحطوها سيده في التربه الدائمه، لا حطوها في قصيص اول شيء، حطوه في قصيص. بعد ما حطينا زين، بعد ما خوزنا اللحاء، قلت لكم البعض يستخدم هرمون، بس ما الكل عنده هرمون وما دائما تكون متواجد معكم الهرمون. ايش اللي تسووه؟ نيب الصبار، طبعا مراوتنكم الصبار اللي عندي، اخذ قطعه من الصبار مثل ما انتم شايفين، وهذا العود اللي عدلناه احطه كذي في الصبار، ها دور ما داير مثل ما انتم شايفين، كانكم تلصقوا فيه كميه من الصبار. اوكي، بعد ما حطينا فيه الصبار او الاولوفيرا، وين نزرعه؟ في القصيص وليست التربة الدائمة. نجيب القصيص، انا زرعه هنا، ها حاطه واحد على طول، نحطه انتم شايفين كذي في التربة، خلاص ونغطي، اهم شيء انه نغطيه لين ما نشوف خلاص ورق العود، ورق عندنا يطلع اوراق، من بعده نشيل الغطاء. خلاص عرفنا كيف نزرع، هاي الطريقه الناجحه لزراعه اي عود تبوا تزرعوه، ما شرط تروحوا المشاتل وتاخذوا لكم مشاتل، فيه منهم غاليات، زرعوا ارواحكم، يجيبون عند اي حد يرانكم اي حد عود وزرعوه بروحكم، يا انكم تحطوا له هرمون يا انكم تسووه بالصبار. طريقه سهله يبالها شويه صبر مع المتعه في الزراعه، اهم شيء يتغطى. واللي عنده هرمون التجذير، ليش نسوي هرمون التجذير؟ هرمون التجذير اسرع واقوى يعني في النتيجه اكثر من الصبار. الصبار اوكي واموره طيبه يعني الزراعه تقوم، لكن الهرمون اللي يبى النبته تقوم بسرعه. شوفوا هذا الهرمون، كيف الطريقه، هذا العود نفس الشيء، نحط الهرمون، شايفين في العود، شايفين، ومن عقبه نزرعه في الشتله نفس ما سوينا بالصبار، نفس الشيء ونزرع، شايفين مثل ما انتم شايفين، ترى الشتله ياسه تقطر مي تقطر مي، سواء بالصبار او اللي عنده هرمون كله يمشي تمام. طبعا هاي الاعواد اللي راويتكم اياها مال فرصاد، كل هذا مال فرصاد،
وكلهن سويتهن بهالطريقة، خوزت مثل ما قلت لكم. هذه ها كله فرصاد وبينزرع أول وجديد. شوفوا ما شاء الله كمية الفرصاد الجذور، يعني قصدي الأعواد اللي طلعناها من عود الفرصاد، كم عود وكم عود شوفوا طلع، وكل هذا ينزرع ويقوم أول وجديد. أهم شيء تسووه بالطريقة الصحيحة وتحطوا له هرمون والأمور تكون طيبة. شوفوا الكمية، المعاناة اللي كانت قبل أعانيها، أزرع يا حليلي شو اسمه، أعطوني عود أعطوني عود وما يقوم، ما تقوم عندي الزراعة. لكن الحمد لله رب العالمين، أستخدم هرمون إذا عندي، وإذا ما شيء هرمون بالصبار الأمور وايد طيبة. براويكم نماذج، براويكم الحين أنا شو زارعة. شوفوا أحمد تقريبا من أسبوعين راح إيران ويا عود فرصاد إيراني، من إيران يابا فرصاد إيراني، وسويت بنفس الطريقة، وأكو ما شاء الله الحين مثل ما أنتم شايفين مورد. هذه أخبركم والله عنها، خذيت تينة من مشتل وما شاء الله عليها عودة، لكن للأسف ماتت علي. صرت وقصيت منها عود وزرعتها بنفس الطريقة، وشوفوا ما شاء الله أم ورقة تينة، شوفوا ما شاء الله عاد لين تتقوى والأمور تكون طيبة، وعاد أنقلها في التربة الدائمة. شفتوا؟ بس مثل ما قلت لكم الطريقة الصحيحة في الزراعة والصبر، تصبروا عليهم لا تستعيلوا. وهذا الحين بعد زارعهم، شوفوا هذا العود بعده جديد. شوفوا اي شيء تاخذوه، مثلا حتى لو خذيتوا من المشاتل زراعه، خذوا اقلام منها، هذه الشتله لا اله الا الله صداع، زين من الشتله خذوا اقلام وزرعوا، تستفيدوا اكثر واكثر، ما تعتمدوا والله على هذه الشتله وحده، لا خذوا اقلام منها وردوا وزرعوا مره ثانيه، وبكذي تكون عندكم زراعه اكثر، تستفيدوا اكثر، وما شاء الله ما شاء الله الخضرة غاوية. مبدئيا لما تزرعوا زرعوا في هذه تقريبا الأربع بريال، خذوا في هذه لا وتريوا عليه البذور لما تزرعوهن لين ما يقوم. نشوفوها هذه قايمة، هاي ما شاء الله عليها نشيطة من زد خواتها، ها وننتظر البقية بعد. لا تزرعوا أبدا، أنا كنت أزرع على طول في التربة الدائمة، ما كنت استفيد صراحة، يعني يموت الزراعة، تموت العواد، تموت البذور، ما تطلع. لكن الحمد لله رب العالمين الحين الأمور طيبة. شوفوا مثل ما انتم شايفين زرعناه كل الأعواد زرعناهن ونغطي عليهن، أهم شيء نخليهن يعني فضل له ابدا ما يتعرضن للشمس، لين نشوف التوريقه انهن خلاص طلعن ورق نشل. ورجع